أبكرة الأصحاب الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. فايترز متقدمين معاهم 40 نقطة، ثلاث سبعات فيه مشكلة وللأسف الشديد ناقص 10. ثلاث سبعات عندنا تغييرين، مصطفى الفجال نزل مكان أندرو رأفت، ومصطفى عبد اللطيف نزل مكان محمد شرف. مصطفى عبد اللطيف قاعد بتفرك على الكرسي طول المباراة، ايه رأيك في اللي بيحصل؟ انا مش عارف، وانا حظي كده ولا ايه؟ كل ما انزل في موقف صعب. الماتش اللي فات كان كده، والماتش كان كده، والماتش ده كده، بس ان شاء الله خير يعني ان شاء الله. لا وبعدين بتاخدوا الريسك على طول، قاعد من بره اقول لهم بلاش ريسك. محمد شرف بيحب الريسك. كفايه ريسك. مصطفى الفجال ازيك؟ الحمد لله ان شاء الله خير. محتاجين تركزوا شويه جدا، لسه المباراه في اول. وفريق فايترز عندنا تغييرين، بسمة يسري نزلت مكان شيرين كمال، وطه الغرباوي نزل مكان عبد العزيز صبري. بسمة، ازيك يا بسمة؟ ايه حضرتك؟ شعورك ايه بقى؟ لا مبسوطة اكيد يعني. احكي لي بقى على الاستثمار الزراعي. انا مهندسة زراعية، بعمل دكتوراه في كيمياء المبيدات. هو تخصص ممكن مش ناس كتير يعني ممكن تبقى عارفاه، يعني انا في كلية زراعة الشاطبي. الكلية دي كان فيها أول قسم كيمياء مبيدات على مستوى مصر كلها، حتى كل الأساتذة في المجال ده في مصر أو في الوطن العربي في أماكن كتير من العالم متخرجين من القسم ده، هو قسم عريق جدا. ففكرته ببساطة إزاي إن إحنا نجهز مركب كيماوي ونبقى عارفين مسار المركب الكيماوي ده جوه النبات أو جوه الكائن اللي هو هيشتغل عليه، وإزاي ممكن إن إحنا نقضي عليه ببساطة. يعني زي بالظبط الصيدلي ما بيبتدي ان هو يجهز دواء او يدور على دواء المرض، فاحنا بنعمل نفس الحاجه بس بالنسبه للنبات او الافات او الافات الزراعيه يعني بشكل عام. ربنا يوفقك. ميرسي، ربنا يخليك. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. فقره المعرفه اربع اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اثنين ميرونا وبسمه. بسمة وميرونا، وسؤال في المعلومات العامة، وسؤال الحقيقة لطيف جدا وسهل. معلومات عامة، والسؤال هو الجراند ريكس هي أكبر صالة عرض سينمائي في أوروبا من حيث عدد المقاعد، ففي أي عاصمة تقع؟ عاصمة لندن. لندن للأسف الشديد إجابة خاطئة. تم افتتاحها 1932، أكتر من 10,000 متفرج، فيها أكبر شاشة عرض سينمائي في أوروبا. باريس. باريس، يا محظوظة، إجابة صحيحة. هي لو مش لندن تبقى باريس. فايترز 50 ناقص 10، ثلاث سبعات. مصطفى ومهجة، مهجة ومصطفى، لحظك السؤال مش في الكورة. تعرف يا مصطفى حظك حلو، لو كان السؤال في كرة القدم كانت خطفت منك العشر نقط. كويس. رياضة، والسؤال هو ما هو الفريق الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي NBA موسم 2020-2021؟ خسر أول ماتشين ضد فينيكس سانز، وبعد كده كسب أربع ماتشات بيست أوف 7. لوس أنجلوس ليكرز؟ لا مش الليكرز، ولا شيكاغو بولز، ولا بوستن سلتكس. يا مصطفى إجابة خاطئة، طلعت لك شوية بره. كل اللي كنت هقوله طلع. أيوة بالظبط كده، طلعت لك كل اللي ممكن تخميني بره. مفيش إجابة. لا. الإجابة الصحيحة ملواكي باكس. السؤال اللي جاي في التكنولوجيا، مصطفى وطاها، طاها ومصطفى. تكنولوجيا، والسؤال هو من هو المصري مؤسس تطبيق The American English لتعلم اللغة الإنجليزية؟
3 مليون متعلم في الوطن العربي، من أفضل التطبيقات لتعليم اللغة الإنجليزية للعرب. تطبيق مجاني. محمد جمال شادي، أنت عارفة؟ والله عارفة؟ مش ممكن، حظك وحش قوي بصراحة. محمد جمال، إجابة خاطئة. ما تعرفش؟ للأسف ما أعرفش. عارفة يا شادية؟ إبراهيم عادل. مش ممكن، هو فعلا إبراهيم عادل. وعايزين نحييه على العمل العظيم اللي هو بيقدمه. برافو برافو. دي أمريكان إنجلش، تطبيق مهم جدا وبيساعد ناس كتيرة في إن هي تتعلم وتنطق اللغة الإنجليزية بشكل سليم. النتيجة زي ما هي، قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 280 في 6 ناقص 5 في 32 يساوي كام؟ 280 في 6 ناقص 5 في 32 إجابة 1520. إجابة صحيحة، برافو عليك يا شادية. جوازك يا شادية. إسلام كان أسرع وخطف العشر نقط، 60 فايترز ناقص 10 ثلاث سبعات. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديل. أول سؤال سينما ومسرح، والسؤال هو، من هو مخرج فيلم الملاك الصغير؟ تأليف حسين حلم المهندس، بطولة يحيى شاهين، زبيدة ثروت، حسين رياض، كريمة، والفنان القدير يوسف وهبي. محمود الفقار. محمود ذو الفقار، إجابة خاطئة. هو اللي أخرج ميرامار واللص والكلاب وسيدة القصر. قلتلكوا أهم أفلامه. حسين عبد الوهاب. مصطفى، للأسف الشديد إجابة خاطئة. طبعا هو فعلا زي ما انتوا قلتوا، وما ينفعش تقولوا الإجابة بصوت عالي، هما لو سمعوا هياخدوها الإجابة. وهي فعلا كمال الشيخ. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو، والتقينا هي أغنية لفنانة مغربية، فمن هي؟ فنانة مغربية ومش سميرة سعيد. كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، وألحان الموسيقار القدير رياض السنباطي. رجاء أبو المليح. إجابة خاطئة. مين بقى؟ مستنياك، مش عارفين مين اللي بيغني مستنياك؟ ده نانسي عجرم غنتها لها بعد كده. أنا عارف إن نانسي عجرم غنتها لها، بس أنا مش عارف هي مين. عزيزة جلال. جلال. كل الجمهور عارف إلا أنتوا الأربعة. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو، تقع منطقة كابادوكيا التاريخية بإحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ ميرونا. فلسطين. فلسطين يا ميرونا، إجابة خاطئة. فيها أواني وأدوات من الفخار بترجع للعصر الحجري، وكنائس صخرية، ومجمعات أنفاق تحت الأرض من العصور البيزنطية والإسلامية. إسلام جابر، إجابتك. تركيا. يا محظوظ، إجابة صحيحة. مساحات شاسعة من الصخور البركانية الناعمة اللي اتشكلت عن طريق التعرية. 70 فايترز ناقص 10 ثلاث سبعات. ثلاث سبعات. السؤال اللي جاي سهل
اخطف ال 10 نقط نحاول نحسن السكور بدايه من الفقره اللي جايه. سرعه البديهه. والسؤال هو من هو الرسام العالمي في الصوره؟ مصطفى اجابتك؟ فان جوخ. الحمد لله على السلامه، ثلاث سبعات، اجابه صحيحه. ثلاث سبعات. هنبتدي الحلقه بدايه من الفقره اللي جايه. طبعا النتيجه بعيده، ولكن لو عملت كويس في فقره تحت الضغط وفقره ضربات الجزاء هيبقى في امل ان شاء الله. ثلاث سبعات، مفيش نقاط، فايترز 70. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره تحت الضغط والعباقره. وبكده اصحابنا العباقره جمعوا 40 نقطه في فقره المعرفه والفنون، وكل نقطه ب 1500 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 105,000 جنيه في خزنه البنك الاهلي لرعايه ابطال مصر الرياضيين.